مرحبا بكم جميع الأطباء، يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. اليوم إن شاء الله حيكون عندنا فيديو جديد من سلسلة الفيديوهات اللي نتكلم بها عن الإقامة القدمى والبورد، وهاي المرة إن شاء الله راح نتكلم عن جراحة الجملة العصبية. راح يكون ويانا الدكتور علاء حسين اللي هو خريج كلية الطب جامعة بغداد سنة 2013، وهو حاليا مقيم أقدم بورد عربي مرحلة رابعة في جراحة الجملة العصبية. طبعا كالعادة راح يكون عندنا 43 سؤال مقسم على 3 محاور أساسية. المحور الأول راح نتكلم مع الدكتور علاء نتعرف عليه أكثر، المحور الثاني راح نتكلم عن جراحة الجملة العصبية عن المجالات اللي يتعامل بها، والمحور الثالث راح نتكلم عن الامتحان التنافسي، عن البورد، مصادر الامتحان التنافسي وطريقة التحضير إليه. فنترككم إن شاء الله مع الفيديو. مرحبا دكتور، شلونك؟ يا رب تكون بخير. هلا وسهلا بعمر. اليوم ان شاء الله راح يكون عندنا 43 سؤال نتعرف بها من خلالك على جراحة الجملة العصبية. هاي الأسئلة راح تكون مقسمة على 3 محاور. المحور الأول راح نتعرف بها على شخصيتك بالبداية، بعدها ان شاء الله نتكلم عن جراحة الجملة العصبية، وبعدها ان شاء الله نتكلم عن البورد، عن الامتحان التنافسي وطبيعته. فبالبداية دكتور، أول شيء شنو اسمك؟ أنا علاء حسين ولي. طيب ايش قد عمرك دكتور؟ 33 سنة. خريج كلية؟ جامعة بغداد كلية الطب. طيب معدل تخرجك قد كان؟ 63. زين، حاليا وين تداوم؟ انا هسه فورث نيورو سيرجري بمستشفى جراحه الجمله العصبيه. بالتوفيق يا رب. طيب دكتور، الطب كان حلم الطفوله ولا اكو حلم ثاني؟ يعني تعرف احنا كلنا من كنا بالمدارس، ونتيجه من المسيره مالتنا كنا نمشي بالمدارس، بالاخير اللي حكمنا به المعدل. يعني صح احنا كنا اهلنا يقولوا لنا طبيب طبيب تكبر تصير طبيب، بس هو بالاخير اللي حكمنا حتى نروح كليه الطب هو كان المعدل بصراحه. زين، بالتالي انت القرار اخذته انت ما كان تاثير عليك؟ قرار توتال يعني. كلش لطيف. زين، كليه الطب نمر على هوايه مواد، بيها مواد حلوه مواد صعبه، فبالتالي اكثر ماده كنت تكرهها بكليه الطب شنو هي؟ البيسك يعني عموما، اتصور يعني مجمعين احنا كنا على امبريو. بالضبط، اتفق وياك. زين، بالمقابل اكثر ماده كنت تحبها بالكليه؟ الجراحيات عموما. الجراحيات يعني أكوما. بالكليه كان عندي شويه انترست اكثر للكسور، للاورثو، للعيون، يعني كان عندي بهن انترست اكثر. لطيف. زين، بالمقابل كليه الطب 6 مراحل، لو مرحله معينه كلش تحبها ايا كان السبب، شنو كانت هاي المرحله؟ الاستاجر. استاجر يعني تبدي كلينيكال، تبدي تصعد المستشفى، تبدي تشوف انه اللي تقراه قمت شويه تفتهم شنو اللي تقراه. صح، في الاستاجر. بالضبط. زين، بالمقابل اكثر ماده او اكثر مرحله تكرهها بكليه الطب؟ اكثر مرحله اكرهها هي اصعب مرحله، هي الاولى. الواحد بعد ديس اورينتد وما يعرف بعد. صح. لا حتى يعني مدى يعرف انه شلون يفصل بين قراية المدرسة وهسه صارت قراية كلية واختلفت. بالضبط. زين دكتور، لو لم تكن طبيب كان ممكن شنو نشوفك؟ يعني انت تسألني هسه ورا كذا سنة من التخرج، بس اتخيل يعني على تفكير هسه من قبل هندسة معمارية. وقبل اكو تفكير ثاني لو ما كنت تشوف نفسك بس صراحة ما زين. احنا نمر على هواية امراض، اتصور سواء بالكلية بعدها بالاقامة الدورية وحاليا بالبورد، تمر على هواية امراض. لو بيدك اكو مرض تلغيه من الطب نهائيا، تشفيه نهائيا، شنو هذا المرض؟ يعني بالنسبه لي هسه بالشغل اللي نشتغله احنا طبعا اكيد الماليجنسيز وبيدياتريك ماليجنسي. بالضبط. احنا عندنا الميدلوبلاستوما اللي هي جريد 4 بالاطفال، يعني جريد 4 ومورتاليتي مالتها عالي، موربيديتي لايف بروجنوسيس مالتها قليل يعني. صح. زين، نمر على هواية حالات بالمستشفى، اكو حاله واجهتها ودائما اثرت بيك سواء ايجابيا او سلبيا ودائما تتذكرها؟ يعني صراحة هوايكو كيسات وكو شغلات من أيام الروتيشن، أيام اللي بعدها اللي اتبعتها، بس هسه من أيام البورد يعني أكو اللي كيسات اللي إجتنا اللي صار عندنا رافد كوركشن بوست أوب، من ضمنهم أكو واحد أذكر أني ولد شاب ما شاء الله عليه كل شيء ما عنده الكومبلين أكسادورال هيماتومات روماتيك، الكومبلين مالته الوحيدة فيزياء، حيث يلزم التليفون يكتب لي دكتور انا كنت احكي بس ما احكي بوست اوب رجع يحكي، يعني كان شيء دراماتيك حلو ما شاء الله. زين دكتور، نفس الشيء احنا بالمستشفى تمر علينا هوايه اسئله بعضها غريبه ما لها علاقه بشغلنا، فبالتالي اغرب سؤال سالت بيه بالمستشفى شنو؟ اغرب سؤال يعني كانت تتعلق باشياء الحمل. نعم. بالثلاثه بالليل بالاربعه بالليل تجي تسال انه شلون شو اقدر اخذ وشنو انت حامل؟ لا مو حامل، انا يعني ممكن اصير حامل، ذكر بالبرد كانت يعني. هاي بالروتيشن؟ بالروتيشن اي نعم. لطيف. زين، شخصية طبية تحب تلتقي بها سواء كانت هاي الشخصية حقيقية او من صنع المسلسلات، سواء كانت هاي الشخصية حية او متوفية ايا كان، تتمنى شخصية تلتقي بها؟ صراحة بالنسبة لي يعني استاذ سعد البتري بعدني ما ملتقي به، واتمنى انه التقي به بالفترة اللي جاية يعني ان شاء الله. الله يعطيه الصحة والعافية. امين يا رب.
هواي ناس لهم فضل علينا بحياتنا، بالمقابل انت اكثر شخص كان له فضل عليك بحياتك وصرت طبيب ووصلت حاليا ان شاء الله بعد سنوات قليله تصير اخصائي. اكيد الاهل. اكو شخص معين لو بصر. الاهل يعني من بدت من تعرف فيها بلدب صح، فاحنا كاطفال وكبرنا طبعا الاب والام، بعدين نحتاج الدعم الاخوه، وبعد ما تزوجنا الزوجه وانه يتوقفوا ويانا بالتحمل الدوام، تحمل مسؤوليات البيت، تحمل الجهال، كلها براسها صايره. صح يا رب الله يحفظهم لك ان شاء الله. نفس الوقت اكثر اخصائي او اكثر طبيب، مو شرط الا اخصائي، تحس هو مشاك على الطريق، ساعدك، يعني دائما تكون انت اخصائي تتذكر انه هذا الشخص ما انسى فضله كطبيب كان وياك، سواء كان زميل او اخصائي اكبر من عندك. الكل، كل الاساتذه، كل العمام اللي انا اشتغلت وياهم، يعني السلسله اللي داومت وياها صار 4 سنين بالبورداني، كل شخص اني حكيت وياه او ناقشت وياه بكيس او دخلت وياه بعملياته او دخلت وياه بكيس وهو كان شايل ريسبونسبيلتي، هذا اني مدينه له بالفضل. طبعا الطب هواي اختصاصات، اكثر اختصاص تحس نفسك بعيد عنه، تقول انا ممكن اروح اداوم كل الاختصاصات، ممكن اشارك كل الاختصاصات، بس هذا الاختصاص ما ممكن اروح له. نسائيه. نسائيه؟ اكيد. زين. توقعات باطنيه مثلا، عاده الجراحيات تحس كلش دائما. لا نسائيه اكثر من الباطنيه، ممكن اصير باطنيه. بس مستحيل اصير نسائيه. نسائيه مستحيل. طيب النيوروسيرجري هو الاختصاص اللي فكرت فيه اول ما دخلت كليه الطب، لو كان ببالك اختصاص ثاني تشوفه؟ لا لا ما كان ببالي بالكليه الطب اول ما دخلت، كنت الكاردياك سيرجري. قريب النهاية مالتها مال كلية الطب خلاص قررت انه surgical minded. بعدها بالروتيشن يعني صار عندي فد شغف بالبلاستيك سيرجري جماعة. زين. بس بعدها يعني صارت فد complications ورحت اني وتأخرت في الدوام، فيعني البلاستيك صار بعيد، بعدين جيت للنيورو. زين. اشياء مثلا هسه حاليا او اثناء ما اختاريت النيورو خلتك تحب هذا الاختصاص، حس نفسك انه هذا صدق هذا الجود تشويس بالنسبه لي؟ تشالنجز. بالضبط. التشالنجز والفاين سيرجريز، يعني انت الفاين تاتش والمايكرو سيرجريز النهايه اللي تجذبك بالنيورو سيرجري، اضافه الى انه في الدبرانش يعني ما حد راح يقدر يتدخل بشغلك. صح. انت اللي تشتغل شغل فشي يونيك فيك خاص. بالضبط. صح. ذكرت انه انت فكرت كاردياك سيرجري وبلاستيك سيرجري، بالتالي حاليا انت مرحله رابعه، لو ما شفناك نيورو سيرجري ممكن اقرب شيء كان ممكن شنو نشوفك؟ بلاستيك سيرجري. اوكي نرحب فيك طبعا. زين. انت بالضبط ذكرت انه اختصاصكم هو يونيك طبعا، وصعب واحد اي اختصاص ثاني يتداخل به، اكو بعد شغلات مميزه بالاختصاص مقارنه بقيه الاختصاصات؟ يعني السيستم اللي يعني انا كبران بالجمله العصبيه صار لي 4 سنوات، السيستم اللي موجود بالمستشفى، طريقه التعامل مع المرضى، طريقه الانترا اوب بريبريشن، انترا اوب تيم اللي موجود، بصراحه انا يعني داوم مستشفيات بس ما شايف هذا الشيء موجود، يعني هذا اللي يجذبني، اضافه ان احنا نتعامل ويا فيلد توتالي اسبتيك و يعني في مغرياته. طبعا ان شاء الله. زين. الجمله العصبيه بصوره عامه هي فيلد واسع، تعامل ويا هواي عمليات وصعب نختصرها طبعا بدقائق، لكن انت بصوره عامه تقدر تعطينا نبذه مختصره شنو المجالات اللي تتعاملون بها؟ بيسكلي هو النيورو سيرجري اللي تتعامل ويا البرين بلس السبانال كورد والبريفرال نيرف. فكبرين ايضا بي سب سبيشالتي ثانيه، بي اونكولوجي، بي فاسكولار، بيدياتريك نيورو سيرجري، بي فانكشنال، والاسبان ايضا يتبع هاي التقسيمات. البريفرال نيورو سيرجري ايضا موجود كسب سبيشال، تقريبا احنا هنا عندنا فاسكولار والاسبان والفانكشنال مفاعلات، وعن قريب مفروض انه الاسبان ايضا بلشوا بالعمامنا، فان شاء الله تقريبا كلنا راح نغطيهم ان شاء الله يا رب. زين. احنا نعرف كل اختصاص يترك نوعا ما تاثير على الطبيب اللي موجود بهذا الاختصاص، فتقريبا اغلب الاطباء بنفس الاختصاص عندهم كاريزما معينه، فبالتالي انت اكو اشخاص معينين تنصحهم انه نتيجه شخصيتهم نتيجه طباعهم انه ابتعدوا عن النيوروسيرجري لا تجونه؟ اي شخص يسوي مقارنه يقول اروح نيورو او ليجي نيورو، لازم هو الفيرست اوبشن مالته؟ يعني انا يعني بالنسبه لي كل اللي يجوني من اللي اصغر من عندي يقول لي انصحني اروح نيورو لو فلان، اقول له من سويت مقارنه لا تجي نيورو، اللي يروح نيورو لازم يتحمل كل شيء، لازم يكون الباشن مالته نيورو بحيث يتحمل كل اللي راح يشوفه بالبورد حتى يطلع هو جود نيورو سيرجن. صح. زين.
احنا نعرف كل فيلد اكو انطباعات غلط ماخوذه عنه يا اما من الناس بصوره عامه او من الاطباء يعني بالفيلد نفسه بس بخارج البرانش مالتهم. فشنو الانطباع الغلط الماخوذ عنكم وتحب الصحه انت البروجنوسيس؟ يعني حتى انا من قبل ما ادخل البورد كان عندنا في فكره انه النيورو سيرجر في البرانش هوبليس، انه انت تشتغل كيسات كلها تعبانه كل الكيس يعني ما راح يستفاد من هذا. صراحه اللي شفته من دوامي ومن اللي نقرا احنا انه المورتال ريت هو اكسبتد حاله حال باقي البرانشات كونكولوجي بكل البرانشات نفسها اونكولوجي بها هاي جريد ولو جريد والباقات. يعني لا تخيل انه المورتاليتي ريت اللي عندنا اعلى من باقي البرانشات. لطيف كل شيء. زين دكتور احنا نعرف عندكم بورد عربي وبورد عراقي. نعم. شنو الفرق بين البورد العراقي والعربي من ناحيه عدد ساعات الدوام، من ناحيه مده الدراسه، من ناحيه السناتر بصوره عامه؟ التفاصيل هي البورد العربي هو 6 سنوات بسنة وثلاثة أشهر تقريبا هي ماينرات يعني أول سنة ونص وباقي نيورو كله. العراقي 5 سنوات بالسنة الأولى هي نيورو العفو ماينرات والباقي كله نيورو. فرق في المدة مالت الدراسة. السناتر تقريبا معظمها نفس الشيء إلا باستثناء مثلا أربيل ما بيها عراقي بيها عربي فلان محافظة ما بيها، يعني فروقات قليلة. بغداد نفس السناتر بيها عربي وعراقي. المادة مالت المنهج تختلف هنا، يعني التكست الرسمي بالعربي يختلف عن التكست الرسمي بالعراقي، بس كتدريب نفس الشيء. نفس الشيء يعني انت مثلا تداومون اليوم مثلا انت بورد عربي حاليا زميلك بورد عراقي نفس الشيء، نفس الاخصائي تشتغلون وياه نفس الشيء، ماكو اي فرق كبورد بالجمله العصبيه، ماكو اي او حتى باقي السناتر، يعني هو نفس التدريب ونفس الاخصائي نفس الكيسات نشتغل. تمام. احنا عرفنا تقريبا سنه بالعراقي هو ماينرات. نعم. وعندكم بالمقابل سنه وثلاث اشهر تقريبا بالعربي. سنه وثلاث اشهر بالعربي. هي. زين بقيه السنوات شنو اكو تفاصيل معينه مثلا كذا سنه المفروض تشتغل هيك شيء، اكو تفصيل لو شنو النظام مالتها مثلا تقسيمها؟ كشيء يعني انه تفصيل مكتوب شيء خلينا نقول دوكيومنتد انه هذا السنه لازم تشتغل هيك كيسات؟ لا ماكو. بس هي اكو شلون اكو متعارف عليه انه الفيرست كول هذا الليمت اللي راح يشتغل به والسكند كول والثيرد كول والفاينل. بالضبط. بالبورد يعني بالعربي وبالعراقي. زين احنا نعرف نيور سيرجر من البرانشات اللي دوامكم متعب، كولاتكم متعبه، وطبعا اي برانش تقريبا بيتروما راح يكون متعب. فبالتالي دائما السؤال ينسال هل يستحق الموضوع انه واحد يجي هيك اختصاص؟ انت برايك احتمال حاليا سلك الطريق تقريبا اكثر من نص البورد ان شاء الله كملته. يعني انت تسالني لي اكيد انا راح يكون رايي بايس بس هو توتال وورث ات. لطيف. يعني حلو. ما حسيت بيوم كول دامي هذا انه انت ليش جيت على هذا الاختصاص؟ بالعكس اذا يكون الكول بشغل وانت مكون مسوي بفد تاثير بالعكس كنت تفرح انت باللي دا تسوي. لطيف. عرفنا 5 سنوات ب6 سنوات الدوام العراقي بالعربي 6 سنوات بس سواء ما كتريننج ماكو ذاك الفرق. نعم. اتفقنا على هذا. لطيف. اتوقع بس انه بالعربي تقريبا انه السناتر ثابته، بالعراقي اكو روتا سنويه اجباريه. ها يعني انت مثلا هسه عربي انت راح تبقى جمله عصبيه. صار لي 4 سنوات هنا. بالضبط. العراقي اكو سنويا روتا. ها تمام. نعم. كلش لطيف. دائما السؤال ينسال طالب طبيه حاليا خلينا نقول مرحله سادسه يريد يسال الباث واي اللي يدخل اني على البورد نيورو سيرجري، اتصور عندكم بوست روتيشن واكو اقامه قدمه، فبالتالي تبدا تفصلني يا دكتور. يعني لحد قبل سنتين ثلاثه كان قليل كلش الاقامه القدمه، الاكثر يختصرون الوقت ويروحون بوست روتيشن. حاليا هسه بالحكم الدفعات اللي صار اكو بيرمننسي، يعني صاروا يجون اولد بيرمننسي. كبوست روتيشن بالعربي مطلوب من عندك سنتين ثابت حاله حال اي برانش ثاني، يودم عندك سنتين خدمه توتالس وتروح تقدم على البورد. زين عفوا اقاطعك بس هسه حاليا احنا نعرف الروتيشن صار سنه، فبالتالي هو لازم يكمل روتيشن وتدرج سنتين. لازم سنتين ثابت هم البورد العربي يردون سنتين ثابت ايا كان دوم. والبورد العراقي هسه حاليا اتصور يريدون بيرمننسي. ها بعد ماكو بوست اتصور بالجديد يردون بيرمننسي، ما متاكد كلش من المعلومه. اوكي. فبالتالي هو ممكن عنده طريق يعني اما يخلص كليه يتعين يداوم سنتين يقدم بوست روتيشن. نعم. عربي. نعم. او ممكن يكمل اقامه دوريه وراها تدرج وراها اقامه قدمه وراها يروح بورد. نعم. زين التنافس تقريبا ايش قد يقدمون وايش قد ينقبلون؟ عندك عدد معين سواء عراقي او عربي؟ يعني يقدمون بحدود الاقل ال20 وتقريبا يعني الا اذا 1 2 اللي هم كل شيء ماكو بالامتحان ما يصير يعني ماكو اكو نيد.
بالضبط اكو نيد. بس تقريبا بالسنوات الاخيره اتوقع راح يصير اصعب بعد القبول، لان اكو اقبال صار اكيد، وعدها انه عدد المقيمين زاد. بالضبط، هو انا هذا السؤال. احنا بس مثلا قبل كم سنه يمكن كنا طلاب بالكليه وحتى بالروتيشن كانت الجمله العصبيه بصوره عامه قليل اللي يروحوا لها. حاليا بالسنوات الاخيره اكو هواي ناس بدات تتجه برغبه. طبعا شنو السبب اللي صار هذا مثلا الاقبال على جراحه الجمله العصبيه مقارنه بالسنوات السابقه؟ المقيمين صاروا اكثر اورينتد، اكثر اورينتد بعدين، بلس اكو برانشات صار بها اعداد كلش كبيره، التنافس صار بها صعب، الناس قامت تختار احسن، وطبعا بفضل اكو السوشيال ميديا قاموا يعرفون يتعرفون على اخصائيين نيورو سيرجري يعرفون الشغل، يعني صار عندهم انترست اكثر بالبرانشات. لطيف. عندنا بالعراق اختصاصات دقيقه الجمله العصبيه؟ اي نعم. شنو عندنا اختصاصات؟ عندنا الفاسكولر، عندنا السباين، عندنا الانكولوجي بيز اوف سكال، يعني عندنا بس البيرفال ده يشتغلوا. اتصور بس بعد البيدياتريك ما مفتوح بيز اوف سب سبيشاليتي رسمي. لا سينهاج قد مده دراستهم؟ سنتين. سنتين ومباشره ولا البورد لك حق بعد البورد يقدم عليها؟ نعم. زين لطيف كلش تمام. زين انت حاليا تفكر باختصاص معين من هذه لو بعد؟ يعني هو اكو اختصاص ببالي، بس انا اشوف انه البورد الحق اذا تعطيه حقه لازم تخلصه يلا تقرر. يعني بس نوعا ما تحس انه قريب عليك؟ طبعا اكيد برين برين ان شاء الله. يعني بالتوفيق. الامتحان التنافس على الابواب تقريبا بعد شهرين او اقل اكثر تقريبا هيك مده، فبالتالي دائما السؤال ينسال شنو مصادر الامتحان التنافس؟ سؤال انت باعتبار بورد عربي فنستفيد منك اكثر بالبورد العربي، ولا تعرف العراقي بعد احسن ايضا نستفيد؟ بالبورد العربي اكو كتاب اسينشال نيورو سيرجري، يعني هو بالبيسك مال النيورو سيرجري، هذا التكست مو اسئله. بالضبط التكست موجود، بلس الى انه كتب ام سي كيوات يتحدد من عندها ام سي كيوات الخاصه شاي وكومار كومبرهنسيف يقروها كافيه للامتحان. موجود عندك هاي المصادر كلها؟ موجوده. ان شاء الله ترسلنا اياها اي شيء يحتاج انا حاضر ان شاء الله. أيوة. العراقي تقريبا عندك علم؟ العراقي اكو ملزمه استاذ عبد الامير مسويها، يعني هي بها بريبريشن فور اكزام، فهي هاي اللي دي يقرون بها الجماعة، إضافة إلى كتب الأم سي كيوات والإسينشال يقلوا، يعني أيضا يقرون بها يطلعون بها على مواضيع. لطيف. أنت انقبلت بورد من فيرست ترايل؟ نعم. صح. فبالتالي أنت رغم انقبلت فيرست ترايل بس أكيد تحس نفسك أكو أشياء ممكن غلطت بها أثناء التحضير، وأكو أشياء كان ممكن تسويها ما سويتها، فنصيحة تنصحها للأطباء المقبلين على امتحان التنافسي شنو تنصحهم؟ امتحان التنافسي هو مو الكت أوف بوينت مالتك لقبول البورد، أنت تقرر تدخل بورد اليوم بغض النظر عن امتحان وقت، ابدي اقرا اناتومي، ابدي اقرا اناتومي، اقرا لنفسك، من تدخل الامتحان التنافسي راح يكون فد شي يوم عادي بحياتك، تقعد الصبح تروح تمتحن وراها تكمل حياتك الى ان تنقبل بالبورد. فبالتالي انت تقرا على المود النيورو سيرجي، تقرا على المود النيورو مو الامتحان التنافسي. بالضبط. لطيف. زين بصوره عامه طلبه كليه الطب حاليا يمكن حتى تاثير مثل ما قلت السوشيال ميديا، تاثير الافلام، دائما احنا واحده من الناس متاثرين بهواي بدكتور سترينج اللي هو نيورو سيرجي، فبالتالي حاليا اكو هواي يسالون عن نيورو سيرجي شنو تفاصيلها، نصيحه تنطيها للطلاب اللي هم مرحله رابعه خامسه سادسه اللي عندهم رغبه للنيورو سيرجي ايش تنصحهم؟ اي شخص عنده رغبه او يشوف نفسه ممكن ينجح كنيورو سيرجري خليه يجي يشوف، خليه يجي المستشفى، خليه يعني يجي طلاب حتى خارج الدوام عادي. احنا هنا بالجمله العصبيه وباي مكان، اي مكان ما راح يقصرون، ما يقصرون العمام واللي زملائي راح يستقبلوهم، وخليه يشوف طبيعه الدوام، يشوف طبيعه العمليات، يسال شوف شنو ظروف الدوام، شنو مسيره البورد، بعد البورد انا شنو راح اشتغل، لازم يعرفها. لطيف. يعني بالتالي انت تنصح دائما شوف قبل لا تقرر، شوف واسال. لطيف. شوف معايشه، شوف كل شيء تدخل بيه، عيش الاجواء مالته، تعرف عليه حتى لا تظلم روحك بعدين. بالضبط. يكون قرارك حكيم جدا. بالضبط، مبني على واقع انت شفته. زين كلمه توجهها لزملائك بالبورد، لاساتذتك بالبورد؟ يعني الاساتذه والعمام مش ما نسوي، ما راح ارد لهم الدين اللي علينا، واشكر كل زملائي وحتى مقيمين الاصغر من عندي، اخوتي واخواتي، انه انا استفاد منهم كلهم. لطيف. كلهم يستفاد من عندهم. كلمة أو نصيحة أو أي شيء، كلمة حرة أخيرة توجهها؟ أنا أحييكم على اللي دسوا، وصراحة يعني أحسد الموجودين هسه، أنه أكو هيك فرصة أنه أنت تتعرف على كل برانش بهيك تفاصيل، تتعرف على ناس بي ممكن. صح. توصلهم. صح. أنه هذا الشخص، لأن أنا بهالطريقة دخلت البورد، أنا عمي سامر العامري دخلت، يعني دخلت البورد عن طريقة أنه رحت تعرفت عليه وقعدت يمه وحجالي، يعني الحمد لله هسه الباقيين عندهم هيك فرصه يجون على علاء، يروحون على اي شخص ثاني، تعال احكي لنا على البورد،
حتى يوجههم. صح. صراحة يعني مجهود من عندكم عظيم، وأنا أدري بك أنت هاي الفترة صار لك 3 أسابيع تركض وراي. بس تعرف والله. لا معذور طبعا دوامك إحنا نعرف البعض. شكرا جزيلا دكتور، إن شاء الله بالتوفيق ونشوفك أخصائي كبير بعد سنة قريبة. موري وأنت الله يسهلك ونشوفك طبيب دراستك إن شاء الله قد الدنيا. شكرا جزيلا. على حياتي. أتصور حاليا صارت عندنا فكرة أساسية عن جراحة الجملة العصبية، وأكيد مثل أي اختصاص بالطب صعب أن نختصره خلال 20 أو 30 دقيقة، فبالتالي أي أحد عنده سؤال أو استفسار ممكن يتركه بتعليق أو يراسلنا على التليجرام، إن شاء الله نتواصل مع دكتور علاء ونجاوب عليه قدر الإمكان. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. شكرا جزيلا يا أطباء، بالتوفيق لكم ويا رب تحققون كل شيء بباكم. شكرا جزيلا وبالتوفيق.